أحمد ما لقى الضفدع، طلع بسرعة على الشباك ورفع الشباك في إيده، مسكه رفعه لفوق ومسكه عشان ما ينزل على الكلب، لأن الكلب علقان في راسه مطربان الأزاز. الكلب وقف على حفة الشباك رح يوقع، والولد بنادي يا ضفدع يا ضفدع. أحمد زعلان، وين راح ضفدع؟ أحمد ضل رافع إيده الناصحة شوي وماسك فيها الشباك، وصار ينادي ويدور على الضفدع.